فلك بيحمل وعود لمواليد الدلو بالأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر. نعم عزيزي، بتبلش بيومين واعدين بأول هالأسبوع، هن الأفضل حالياً، وبيوقعوا بين الجمعة 8 والسبت 9. بتتواصل مع الخارج، بتتلقى ربما رسالة مهمة، أو بتسافر للقاء. تجنب بين الثانين 11 والثلاثة 12 الإجراءات المهمة بعملك، ولو أنه بعض الاقتراحات بيكون مناسب جداً، وربما بتحضر بهالوقت لاتصال طويل مع الخارج، سواء عبر الإنترنت أو من خلال سفر بناديك بهالأثناء لتسوية هيدي الأمور. بتتمتع اعتباراً من الأربعة 13 بكل مقومات النجاح والأسلوب اللين لمقاربة المستجدات. بتتكيف مع أعمال أو أساليب جديدة بالعمل، خاصة بين الأربعة 13 والخميس 14. ميركور بالقوس والقمر بالحمل بيتكاملوا حتى يزودوك بكل الصفات اللازمة للنجاح. بتكون متحمس جداً لتجربة جديدة، ويمكن يطرأ تغيير بخطة لإلك أو بعملية تنتمي لإلها أنت، وبيؤدي هالشي إلى جديد بيفرحك.